ورح ننتقل ضمن الفقرة الجديدة، حنروح للشغف، للطموح، للريشة، للألوان، للروحانيات اللي منشوفها موجودة بلوحة كل فنان. ولكن اليوم ضيفتنا هيك شابة كان عندها طموح وانتقلت من هذا الطموح لمرحلة العمل، لمرحلة الشغف. هذا الطموح بيكبر مع كبر الإنسان يا ليلى، وبصير فيما بعد هو حلم للمستقبل. تماما. قديش شفنا حالات رشا اليوم فعلا صبايا بأعمار صغيرة، وحتى الشباب اليوم حملوا هذا الطموح معهم، يمكن من مراحل الروضة أو يمكن أقل. اليوم قديش حلو يوصلوا لهي المرحلة، يحققوا طموحهم وحلمهم. وأكيد البيئة الداعمة إلى كتير دور كبير. اليوم رح نحكي أكيد عن هذا النجاح مع صبية كتير متميزة ضيفتنا اليوم، الصبية آية عبد الله إبراهيم، موهوبة بالرسم. يسعد صباحك يا آية. أهلا وسهلا فيك. مرحبا يا آية. أهلا. كيفك؟ الحمد لله. شو يعني من وين نبلش معك؟ خلينا أول شيء هيك نبلش معك نتعرف عليك أكثر، عمرك، دراستك، هذا الجمال يعني إيمت بلشتي فيه؟ آية عبد الله إبراهيم من مدينة السلمية. أهلا وسهلا. متطوعة لدى فريق ألوان الشباب التطوع. صفك الوريال السنة؟ نحن بدنا نقدم ثانوي السنة، كيف الاستعدادات؟ الحمد لله. خليني أول شيء صبح على أمك مرافقتك اليوم، صباح الخير. أكيد اليوم دعم من هون طبعاً. أكيد البيئة المحيطة دائماً لها دور كتير كبير بالدعم. أكيد نصبح عليك ونوجه لك تحية. اليوم آية أنت بلشتي بعمر صغير، خلينا نحكي هيك كيف كانت البداية بأي عمر، وبتتذكري أول لوحة رسمتيها كيف كانت؟ بلشت أنا بعمر 5 سنين، كانت أول لوحة إلي عن الفواكه. كانت أمي أنسة عربي، فرفيقتها بنتها كمان يعني بكالوريا فبدها عربي، فأمي عطت بنتها بكالوريا عربي مجاني، وأما للطالب اللي أخذت عند أمي هي أنسة رسم. فكانت هيك يعني كل ما تأخذ بنتها درس هي تجي تخليني أرسم شوي، فرسمت لي خلتني ارسم فواكه، حكيت لي قصه. من وقتها انا بلشت كل يوم ارسم لحالي لحتى اطول. كان عندك هذا الدافع موجود؟ طبعا. هلا انا شايفه قصص كثير للامانه ما بعرف فيهم، يعني ما بعرف شو يعني هي الخامه او شو الالوان اللي استخدمتيها، بس انا بلفت نظري الالوان، دائما بحب اللون الازرق يعني بتحسي. وأنا. والله. طيب آية خلينا نحكي عن هيك تمام يا علي. طيب يلا خلينا نحكي اليوم عن صقل الموهبة. سجلتي بمرسم؟ لا أبدا، أنا طورت حالي يعني كل يوم شوف رسمي كيف عم يصير، وضليت ورا موهبتي لحتى طورت لحالي. ما كان في أبدا مرسم، ما كان في مدرس أبدا. برافو. طيب تحكي لنا اكثر كيف تطورتي اليوم. اكيد مثل ما ذكرنا والدتك دعمتك، وهي اكيد اليوم جاي معك لحتى تدعم هذا الشيء. اليوم في كثير اهالي بيحبوا انه الدراسه هي الاساس، لكن اليوم اهلك اشتغلوا عليك بالدراسه وبهي الموهبه، يمكن عم تاخذ من وقتك كثير، تحكي لنا اكثر عنه. هلا انا بدرس فنون، فيعني اغلب دراستي بالفنون هي بتختص بالرسم. فانا يعني وقت اللي بدي افصل بين دراستي والرسم، لما بخلص الدراسه بيكون عندي وقت كثير كبير يعني للرسم، فبيضل عندي مجال. يعني اليوم حضرتك طالبه بكالوريا، بدها وقت كبير وجهد كبير. هذا الشيء ما رح ياثر عليك بين لا، لانه انا اختصت فنون مشان انه موهبتي وانا حلمي يعني. طيب آية خلينا نروح هيك بجوله معك بال خامات والالوان اللي اشتغلتي عليها. هذا الطفل الباكي، هذا كان موجود بكل بيت سوري، يعني ما في بيت سوري بتفوتوا عليه الا مو معلقين هي اللوحه. ما بعرف شو ارتباط هذا الطفل بال. بحكي لك قصه بعد شوي. والله. طيب خلينا نحكي عن الخامات، يعني ها شو مستخدمتيها؟ هي الوان خشبيه. هي الوان خشبيه. هيك شيء. هي اكريليك على القماش. اينه اصعب شيء بتحسي؟ في شيء ثاني نعرضه خامه نوع ثاني؟ في زيتي. ناخذ شيء ثاني غير اللي عرضناه. تعال. هاي زيتون. هاي حلوة. هاي حلوة. وألوانها حلوة. رموشة حلوة. مثل رموشك. حبيتي؟ هاي زيتي. حلو. زيتي، اكريليك وخشب. وخشب يعني. إنه أصعب؟ هلاك الزيتي أصعب لأنه بده وقت لينشف الألوان وهيك. والأسهل هو طبعاً الخشبة. اليوم في الوان بتميزيها انت، بتختاري الالوان حسب الموضوع اللي بدك تشتغلي عليه ترسمي عليه، او في الوان مميزه بالنسبه لك دائما بتميزيها بكل لوحاتك؟ الازرق. اللون الازرق، شو السبب؟
بحبه برتاح له. بيعطيكي راحه نفسيه. راحه هو بتحسي هذا اللون عم رد بيعطي طاقه. وفعلا لك في الالوان الازرق اغلب لوحات. هلا امك عم تقول لون لون شو قلتي؟ لون عيون الام طبعا. اليوم آية اختي الهام اللون الازرق من عيون الوالده، وحقك يا آية اليوم لانه هي مصدر ثقه والامان لإلك والدعم طبعا. ضيفنا اليوم من السلاميه، يعني بدنا نقول لكم الحمد لله على سلامتكم. الله يسلمك. اهلا وسهلا فيكم. اليوم في فنانين كثير يا ليلى يمكن متاثر فيهم وشوف لوحات لإلهم، فنانين ان كان تشكيليين سوريين او عالميين. اليوم آية لشو بتميلي؟ يعني مين اللي لفت نظرك اكثر؟ الفنان الجيوفاني. حلو. صرتي تقلدي يعني؟ لا انا ما بحب اني ابتعد اني قلد حدا، خلص انه انا اللي عم ارسم فيه انا بكون لحالي. اخذتي يعني نهجه؟ ايه. يعني بحب هيك رسمه وكيف هو بيميل للاشعار كيف هيك. تمام. اما رسمي لا، انا انه خلص عندي شيء خاص فيني. تمام. بس اني بتعلم منهم يعني وكيف انه هن بدوا كيف تطوروا. طيب بالاضافه لهذا الشيء الخاص اللي عندك، في مدارس فنيه طلعتي عليها، وهل هذا الشيء اثر على اسلوبك وتاثرتي بالفنانين القدماء؟ المدرسه التجريديه. انا بميل الى اكثر لان رائجه محليا وعالميا اكثر. والفنان كمان جيوفاني تأثرت بأسلوبه على هي لوحة الطفل الباكي. هو كان عم يرسمه بأوضته فسمع صوت طفل عم يبكي، طلع عليه وقال له طفل صغير بتابه مسقة، فنادله لعنده على الغرفة وجابه قالوا إنه سألوا ليش عم تبكي ما رد عليه، فرسمه وسمى اللوحة الطفل الباكي. بعد فترة عرف اكتشف إنه الطفل هاد كان عم يبكي لأنه طلع من بيته وشاف أهله كيف عم يحترقوا بالنار. هي عرفنا اليوم من آية قصة اللوحة اللي موجودة بكل بيت سوري. يعني أنا كنت دائماً ليلى أكيد لاحظتي هي تماماً دائماً موجودة بكل بيوت سورية يعني، بس أول مرة بنعرف شو قصة هاي اللوحة. طيب نحن هيك عم دردش آية، رح نستعرض لك لوحاتك، هذا التعب جداً جميل اليوم. لكل حدا فينا رسالة وطموح. اليوم بلشت آية بهدول الرسومات وبالمدرسة التجريدية، لوين في مع بعض يعني شو طموحك؟ ان شاء الله اذا الله راد فوت كلية فنون قسم هندسة الديكور وافتح مرسم كبير. مرسم، برافو عليكي. شو رايك والتا؟ مع اليوم حضرتك يعني بهذا الشيء اللي عم تشتغلي بيخطر على بالك او ممكن تدربي اشخاص؟ ذكرتي انه في انسة رسم كانت بنتها تجي تحضر دروس عند امك، هي دربتك، فقديش انت اليوم لما تدربتي بهي الشغلات يمكن بتكني لها الامتنان انه هي كانت بالبدايات؟ طبعا هي معي. لانه طلعت شايفيني انا ممكن اكتشفته. يعني هي خلتني ارسم وحكت لي على هي الرسم اللي رسمتها قصه، فانا كل يوم بلشت يعني حب هي الفكره. معناتها انت ممكن انك تعيدي هي التجربه لحالك. طبعاً. كمان هي اللوحة خلينا نحكي عنها وعن الألوان الموجودة فيها. هي أكريليك. عصفورين، عاشق ومعشوق. أيوة. أو شو هدول؟ عاشق ومعشوق. حتى ألوانها كتير حلوة، دائما داخل الأزرق، كل شيء مدخل اللون بس الأزرق. بس أغلب لوحات طاغية لي الأزرق. طيب اليوم آية هلأ أنا هاي اللوحة استعرضناها، بس أنا يعني كرموز ما فهمتها، بس حبيت. ليش حبيت ما بعرف. دائما الفن التشكيلي أو الرسم يعني بيعتمد على إحساس المتلقي، يعني أنه أنا يا بحس بشغلك يا أما بمرق مرور الكرام. قولي لي شو هاي؟ هاي ميكي موز بالتجريد. شو اسمه؟ ميكي ماوس بالتجريد. كيف يعني بالتجريد؟ ميكي ماوس. اي يعني رسمته انا بطريقه تجريديه انه يلي بشوفه ما يعرف انه هو ميكي ماوس. فرجونا الميكي ماوس. لحتى انا انه شيء غامض. يعني متخفي. ايوه. لحتى انت تشرحي عن هي اللوحه. شو رايك يا وسام؟ مبين عليك ميكي ماوس؟ الهدول؟ والله برافو عليكم، يعني اليوم مخرجنا عرف انه ميكي ماوس. ذكرتي من شوي انه بتكني الامتنان للآنسة اللي بلشت طلعت فيكي هذا الشيء، انت اليوم ممكن انك تخوضي هي التجربه، تدربي اطفال، تساعديهم، تطلعي فيهم فعلا تطلعي عندهم هذا الطموح. انا اذا الله راد بعد البكالوريا بدي افتح مرسم. كثير حلو وتدربي فيه. طيب اليوم مجالك بالثانوية العامة كونك عم تدرسي فنون قد ايه كمان عم يساعدك بصقل هي الموهبة او عم يعطيكي فرص امامك؟ انا مو لانه في يعني دراستي كلها على الفنون، فعم اكتشف شغلات، اسماء الوان، اسماء فنانين، طرق رسم جديدة. يعني والمعارض بالمدرسة ما عم تساوي؟ هلا انا سويت، شاركت بمعارض جماعية اربع وسويت معرض فردي من شي شهر. شو كانت اراء الناس لإلك؟ يعني حلوة. حبوا؟ طبعا.
ونحن حبينا ما حبيت. جميله والله كثير حلوين. بالمراحل الاولى لك بالمدرسه اكيد كنتي عندك هي اللوحات، اليوم بالمدرسه كثير الاطفال بيحبوا يرسموا. انا كنت ارسم عين. ايه هلا بتذكر انا كنت ارسم وردي بطريقه غريبه، فالانسه كثير تعجبها يعني، واخذتها وفرجتها لكل الصفوف انه رسموا مثلها. هذا الشيء اعطاكي تشجيع اكثر بهذا الشيء؟ بتعرفي ترسمي ليلى؟ انا ما كثير. يلا انا بعلمك تكرمي. بتعرفي يعني انا بحسها اذا ما كانت الموهبه موجوده عند اكيد الشخص هو بدها تكون صعبه يعني. هلا فيكي تعلمي بس مو مثل اللي عنده موهبه. يعني انا ما بعرف غير ارسم هاي العين اللي عم تبكي، نازله نازله دمعه منها. علي لو سمحت خلينا ناخذ اللوحه اللي مشتغلتها آية، كانك مشتغلي منظر غروب او شيء يعني لفتت نظري. كثير حلو الالوان يعني. آية ما شاء الله بتحس عندها طاقة أو عندها طبعاً إمكانيات أكبر من عمرك. صحيح. يعني هذا الشيء رح يعطيكي مستقبل جدا جميل. صحيح. آية اليوم عم تحكي إنه أنت ذكرنا سألتك رشا عن الطموح وعن الدراسة، اليوم الأشخاص اللي بيدرسوا الفن دراسة، هل هن أشخاص رح يكونوا ناجحين بهذا الشيء أم الفن هو موهبة ما فينا نحن اليوم نعطيه هذا الشيء إذا ما كان هو الطموح نابع منا؟ لا هلا مو شرط اذا ما عنده موهبه ما في، بما انه هو عنده طموح وما عنده موهبه في يتعلم لحتى يوصل للي بده اياه حتى لو ما كان من عنده طبعاً. هذا الطموح من عمر صغير. كثير حلو. طيب اليوم آية وقت اللي بنحكي عن الطموح عم نحكي اليوم عن ماميتك الموجوده معك اليوم. في كثير عندنا مواهب، يا الاهل بيدعموا هاي الموهبه يا اما بيخلوا انه الطفل او صبي او شاب يروحوا باتجاه اخر. خلينا نحكي عن علاقتك ما بينك وما بين المحيط الداعم لإلك. لا انا كان دعم من لما كنت صغيره من اهلي، هن انه حسوا انه انا في عندي شيء موهبه يعني رح طالع فيها انجازات من وراها. فلا بالعكس كانوا راي بكل خطوه يعني. بدي فوت فنون خلص، هي حلمك انت بدك فنون فوتي فنون. كثير حلو. مع انه رشا اليوم في كثير من الاهالي بيحبوا دائما هنن يكون طموح ابنهم مثل ما هنن بدهم. لا احنا ما بدنا هيك. انت اليوم ثانوي بكالوريا يعني تركي هذا الشيء، خليكي هذا الشيء يعني لوقت. بالعكس انا كل ما بدي اتراجع خطوه امي بتخليني يعني حلو. امي واهلي بخلوني. بس على الصفتي بتروحي ترسمي؟ ايوه. ضل معصبه اغلب وقت. اغلب وقتك معصبه شكلي. طب احكي لنا عن الجو اللي بتحبي يكون لك الخاص فيكي لحتى فعلا انه تنتجي لوحات. عبد الحليم تكون الله عليك. يعني عبد الحليم وموهبه اكيد بده يطلع هيك شيء حلو. اليوم هيك رساله عامه يعني لمين بتحبي تقولي شكرا؟ بحب اشكر فريق الوان الشباب التطوعي، هم المتطوعين اياد بيضاء تحب عمل الخير للغير. كانوا معي بكل خطوه بكل انجاز انا عم انجزه، هم يكونوا اول الحضور حلو. واول الداعمين الي. وشكر خاص للكابتن الفريق علي عرو. نحن ايضا بدنا نشكرهم يا آية، بنشكر كل الفرق التطوعيه اللي كانت بالسلميه وخاصه بالوقت الماضي كانوا موجودين على الارض، حتى لو بعدنا شوي عن موضوع محور فقرتنا كان لهم شغل جدا جميل باوقات الزلزال وبالفرق الاغاثيه اللي كانت موجوده على الارض. آية نحن بدنا نشكرك مرة ثانية، بجيب لنا هيك لوحات تجريدية. أنا حبيت هدول القصص المخفية يعني ما وراء الكواليس. أكيد يا آية بدنا نتشكرك، نتمنى لك التوفيق، وعن جد شكرا لحضورك معنا. هي الموهبة الجميلة اللي بنتمنى فعلا توصلي للشيء اللي بدك إياه ويكون عندك مرسمك الخاص. وأكيد بدنا نشكر والدتك على هذا الدعم والتشجيع، ونشوفك بالمكان اللي بتتمني. تسلموا لي وشكرا لاستقبالكم الحلو. أهلا وسهلا فيكي. اهلا وسهلا فيك يا آية، واكيد بدنا نشكرك مره ثانيه ونقول لكم الحمد لله على السلامه، تروحوا وترجعوا بالسلامه.